هذا وكان النادي العربي قد ضرب موعدا مع غريمه التقليدي القادسيه في دور الاربعاء من بطوله اغلى الكؤوس بعد فوزه المستحق على نظيره النصر بثلاثه اهداف مقابل هدف في ثاني مواجهات دور الثمانيه البارحه. المحترف المغربي حمزه خابه سجل اول هدف الاخضر في الدقيقه 36، واضاف بدر طارق الهدف الثاني للعربي في الدقيقه 52، وقلص الجزائري ايمن لقجع الفارق للنصر بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقه 72، وعن طريق الخطأ في مرمى سجل ناصر العجمي ثالث أهداف أبناء المنصورية في الدقيقة 85. كان من التأهل إلى دور الأربعة بعد فوزه الصعب على الفحيل بهدفين لهدف. تقدم الفحيل بنتيجة عبر البرازيلي فيتودا سيلفا في الدقيقة 11، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تمكن عيد الرشيدي من معادلة النتيجة للقادسية. شوط المباراة الثاني لم يشهد تسجيل أي هدف ليلجأ الفريقان إلى الشوط الإضافية، والتي شهدت هدف الفوز للقادسية بواسطة الليبي محمد صولا مانحا أبناء حولي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي. وللحديث أكثر عن منافسات بطولة كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه لكرة القدم، معنا الآن في الاستوديو المحلل الرياضي كابتن سمير عبد الرؤوف. كابتن سمير حياك الله في النشرة الرياضية. يا هلا أبو يوسف، مسي عليك بالخير وعلى أعزائي المشاهدين. حياك الله. طبعا شهد انطلاق دور الثمانية في بطولة أغلى الكؤوس تأهل كل من الغريمين التقليديين سواء القادسية أو العربي إلى الدور نصف النهائي. قراءتك لمواجهات الفريقين القادمة وأيضا مبارياتهم بالأمس؟ طبعا بكل تأكيد هذه تعتبر البطولة الغالية لكل الفرق، طموحات كل اللاعبين وكل الأندية هي النهضة بمصافحة سمو الأمير، وهذا الهدف الأساسي يمكن والطموح الأكبر بالنسبة لكل اللاعبين. اللقاءات هذه طبعا معروفة أنها لقاءات صعبة ولا تخضع لأي معايير سابقة، حتى لو كان المستوى الفني اللي قدم يمكن في اللقاءين السابقين للنادي العربي ونادي القادسية قد يكون فنيا ليس بالمستوى المطلوب، لكن لما يلتقون مع بعض على طول الأمور تتغير، لأن هناك معطيات وهناك يعني تركيز مختلف في هذه النوعية من المباريات، ناهيك على أن هما الاثنين يعني عندهم نفس الرصيد من البطولات 16 16، وبالتالي اصبحت المنافسه يمكن شويه فيها شراسه اكثر، والتفكير بان محاوله تخطي هذا الغريم والحصول على البطوله اللي يرفع رصيده من هذه البطولات امر طبيعي، لكن نتمنى نشوف مباراه على المستوى الفني العالي، لان الديربي هذا منظور ومشاهد من كل يمكن الدول العربيه. اذا لا تخضع هذه المباراه لاي معايير كما تفضلت، خاصه ان القادسيه والعربي لديهم نفس الامكانيات. صحيح. ونفس بالنهايه يعني احنا نتطلع الى مباراه جماهيريه تليق باسم الفريقين باذن الله تعالى. طيب عندنا اليوم مباراه الكويت اللي يظهر ان شاء الله اليوم المره الاولى، ايضا عندك يلتقي بالتضامن مباراه كبيره بعدها راح يكون السالميه وكاظمه. هو طبعا نادي الكويت حامل اللقب وبالتالي كان دور تمهيدي غير متواجد، اليوم هذا اللقاء الاول راح يكون مع نادي التضامن. يمكن نادي التضامن وصل مره من المرات تقريبا سنه 2000 اذا تذكر ابو يوسف، كان وصل نهائي سنه 2000، يعني هذه المره الوحيده لنادي التضامن الوصول الى مربع ذهبي او الوصول الى النهائي. يمكن الطموحات تكون موجودة دائما عند الفرق الغير تنافسية ليحظى بمثل ما قلت لك شرف مصافحة سمو الأمير، وهذا أمر يعني طموح لكل اللاعبين، لكن اليوم المستوى الفني يمكن اللي قدمه نادي تضامن مرهون بما يقدمه أيضا في الدوري الدرجة الأولى، يمكن شوية في تذبذب في الأداء في تذبذب في المستوى، لكن قدر يتخطى نادي الجهرة على أقل تقدير. توجيه هذه الفرق دائما في هذه اللقاءات الإقصائية يحاول يوجه اللعبة إلى أقل أخطاء أو ممكن يوصلها إلى ركلات ترجيح، أهدافها تكون واضحة بالمباراة. الفرق اللي تبادر، الفرق اللي مثل نادي الكويت، نادي القادسية والعربي وكاظم والسالمية يحاولون دائما يبادرون، يمكن في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في أن يفكون هذا التكتل، خاصة في لقاءات اللقاء الواحد أو خروج المغلوب كما نقول يعني، فالأمور تكون في بعض الأحيان صعبة، لكن أتوقع نادي الكويت يمتلك يعني من الإمكانيات الفنية أنه ممكن يتخطى هذه المرحلة، لكن كرة القدم ما فيها يعني ثبات، ممكن يكون في مفاجآت. طيب وإذا كانت كفة نادي الكويت أرجح، لكن نروح حق نادي السالمية لظهر مستوى طيب في المباريات الأخيرة وكاظم اليوم. يعني السالمية قادم من لقاء مع خيطان وتدري وصلت إلى ركلات ترجيح، كانت المباراة صعبة أيضا مثل ما قلت لك، دائما أفكار الفرق اللي غير تنافسية ممكن توجه المباراة لهذا التوجه. السالمية يمكن اليوم مع التعزيز اللي صار على مستوى اللاعبين، هناك لاعبين جدد قدم قادمون إلى الفريق، مدرب جديد وهذا المدرب له خبرة في الدوري وحقق الدوري مع النادي العربي، وبالتالي يعني الأمور شوي مختلفة. نادي كاظمة يعني لو شفنا أمام لعبة برقان الفريق فنيا ما كان عالي، لكن قادر أنه يقتنص الفرص، قدر أنه يسير المباراة بالطريقة الأسهل بالنسبة
بالنسبه له الوصول الى الدور الثاني بمجهود شويه قليل. اليوم هذا اللقاء خاصه كان امام يعني امتحان كبير على اعتبار ما قدم شيء في الدوري لغايه الان يعني، فهو حاب انه يعوض، وهذه فرصه لكل الفرق تعويض في بطولات تخرج المغلوب وخاصه بطولات كاس الامير. شكرا كابتن سمير عبد الرؤوف، شكرا لك.